برشلونة بعد الأداء في الشوط الأول من مباراة هذا المساء، ولذلك الشوط الثاني من المباراة ينطلق بهذه المعطيات. الآن الكرة ملعوبة للأمام وهذه خطيرة، وجول جول يأتي مع بداية الشوط الثاني. هو ميسي، هدف مع بداية الشوط الثاني ينهي كل التساؤلات، وبالتالي سجل ميسي وظهر برشلونة وجاء الهدف الأول. التمريرة الجميلة الساحرة المعتادة من الرسام يرسمها، وميسي ما في كلام في هذه الأماكن، ما في تردد، وفي حقيقة رؤية ثاقبة معتادة من جانب ميسي الذي يعتبر الظاهرة رونالدو أجمل ما شاهد في حياته، وبالتالي يناظره كثيرا، يتابعه كثيرا، وكما يقول استفدت من مترات. لازالت الأمور عند تقدم فريق نادي برشلونة بهدف سجل في الدقيقة الثانية تقريبا من بداية الشوط الثاني، وكانت عن طريق ليونيل ميسي. ملعوبة بالكعب الآن من جانب بيدرو، وصلت وعادت جميلة، ملعوبة منقولة إلى ميسي، تنقل الكرة وتلعب في الجهة اليسرى، وهذه خطيرة من جانب الرسام إنييستا، منقولة، هي جول ثاني لبرشلونة. صارت 2-0 وليونيل ميسي، باقي له 3 أهداف ويعادل جيرد مولر، وباقي له 4 أهداف ويصبح الرقم الإعجازي غير قابل للتكرار. ياهي أعوام جميلة يعيشها المعجزة الأرجنتينية، بل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وصل إلى 82 هدف، ومرة أخرى يرسمها الرسام وينهيها ميسي، وصارت 2-0. ميسي مرة أخرى، ميسي على جماهير البلوغرانا مع زملاء، لكن الشوط الثاني تأتي الأمور بصورة مغايرة تماما، والقرار كان لإنييستا بالتمرير، والقرار بعد ذلك كان لميسي. محاولة مرة أخرى من بيدرو في المكان السليم، إنييستا سدد، أول أهداف الرسام في الليغا، ثلاثية لبرشلونة، 3-0، وإنييستا يسجل في مباراة رقم 419 بقميص نادي برشلونة، يسجل الآن، وبالتالي الأمور صارت الآن 3-0. رجل المباراة في اعتقادي هو إنييستا، صنع هدفين وسجل الثالث، ولكنه يظهر على سطح الليغا للمرة الأولى. يا سبحان الله، يا سبحان الله، عن طريق ميسي. يعني الغريب في الموضوع أنه ليس قلب هجوم، ومع ذلك يأتي بكل هذا السحر في عالم كرة القدم. هذه خطيرة، صارت 4-0 لبرشلونة مرة أخرى. شوط ثاني مثالي تماما، 4 أهداف نظيفة، والشوط الثاني لازال عند الدقيقة 62. شوط أول بدون أهداف، شوط ثاني ب4 أهداف كاملة، وهذه المرة يشارك في الوليمة، يشارك فابريغاس بتمريرة ممتازة مرة أخرى من إنييستا. وليسمح لي عزيزي مشاهد الجزيرة الرياضية، ولتسمح لي بأن أختار نيابة عن الكل إنييستا، لأن يكون رجل المباراة، لقد سجل هدفا وصنع الأهداف الثلاثة. يا لها من عودة كبيرة من